برافو عليكي. عن جد ما بعرف كيف بدي اتشكر. جميلك هاد ما راح انساه كل حياتي جود، كل حياتي. لا ولا يهمك عادي. انتي قمر انا شمس. عمو مو إذا ضليتي لبكرة بيكون أحسن؟ بصراحة ما بقدر، لأنه يعني كم يوم مسافرة بتعرف، وبدي ودع أهلي. الله ييسر لك، رح أشتاق لك كتير. يلا بكرة بس خلصي اختصاصك إن شاء الله بترجعي لعنا. والله ما بظن أرجع، لأنه يعني الشيء الوحيد اللي كان مشجعني اني ابقى هون هو ميار، وتعرف يعني خلاص رايحة. في شيء لازم اخبركم عليه قبل ما اروح. بصراحة ميار كان مخبيه عليكم. شو هو؟ تأكدوا إنه أبوه لميار ميت، وميار راح استلم الهوية والوراق تبعاته، وما كان بده حدا يعرف، خصوصي أمه. كمان كان حامل كل هذا الوجع لحاله. بصراحة كمان في مصاري لازم تروح للمنظمة أو ترجع للمحتاجين، فأنا بتواصل معهم بخبركم. طيب عمو، مو مشكلة. عن إذنكم أنا صار لازم أمشي. لحظة عمو، لحتى ساعدك بشي. تعي لحظة. حبيبتي حورية، صدقيني بابا وماما مناح وما في منهم. لكن ليش لحتى كذب عليكي؟ بالعكس، يعني أنا اللي قلبي بقيان عنكم. طمنيني عن أخباركم. ها؟ لك صحيح شو بدي أسألك. هلا أنا صار لي يومين عم بتصل بشيماء وتليفونها مسكر. ما بعرف. طيب هلا هي عندك؟ ايه حورية حبيبتي، عم اسمعي. انتوا ديروا بالكم اخواتكم. حليم حبيبي شو بك؟ حليم حليم شو في؟ يا ريتك ضليتي محل ما كنتي. بس انا كنت عند خزامه بالبيت ايه بس خلصينا. طيب انا بدي امشي، بدك شيء؟ لك اقعد يا زلمه، حليم بيكون حيوصل ليكوا على الطريق. اه والله جاي حليم؟ ايه شو بك السهره لسه باولها. لك انا معلش خليني اروح عندي كم شغله. اقعد يا زلمه شو بك؟ طيب خلص هي قعدنا. بتكون وصلت قمر، خلينا نحكي مع خزامه، فرحتها ما بتعطيها لحدا. وليش ما قلت لي هالخبر الحلو؟ اي هنيكي بالسلامة، مبين من صوتك بالله. ليكي سلمي عليها كثير، اللي لعمو سمهر كثير مشتاق لك. بشوفكم بكره، يلا باي. زاحل عقلها، صوت عم بيزقزق زقزقة. وكيف اجت؟ مين جابها يعني؟ خالتها راحت جابتها. يعني هلا خزامة بتكون ارتاحت واستقرت نفسيتها. ايه اجت مديرتك، بس ما تكون عم تمايس بالشغل بغيابها. لا في مايسه ولا في شيء يا زلمه، شو عم تحكي؟ يا مورتي بعثت لي صورتها، دخيل الله ما احلاها. شوف الكربشه، شوف الطيابه. اي ما شاء الله حلوه كثير. ما شاء الله. سمسومي تعي عمري انا اسفه تركتك لحالك، انا اسفه حبيبي. انت حبيبي لكي ما تخافي. سمسم هذا هو، هذا سمسم هذا هو. ما تخافي مامي، ما بخوف لكي. لحمسي عليه، شوفي قد ايه ناعم. ما بدي. اوكي اشتقت لك. شو كبير رح نسكن هون؟ لا ماما، رح نسكن ببيت لحالنا انا وياكي وبس. جود بوي. جوري بيتك كتير كبير، كله الك ولا سمسم بس؟ ايه. شو رايك نطلع نغسل، نغير اواعينا وننزل ناكل نحن وطن جوري؟ اوكي يلا، عن اذنك. يلا ماما. نعيما يا عمري، نعيما يا حياتي. أنا بروني هالشعرات الحلوين. ايه هلا بس حتى نخلص ننزل ناكل وبعدين منا. شو رأيك؟ ماما ما عرفت ناكل بكرة. ماما مالك جوعانة؟ لا. نعسانة كتير؟ ايه. طيب معلش ناكل بكرة. تفضلي البرنسيسة قمر. ايوه بدك شيء؟ مرمر. ايه صحي والله مرمر. تعرفي ماما مرمر كان راح يضيع. شلون يعني؟ كنا راح نطير بالطيارة انا وجوري، رقدنا كتير ودورنا بكل المحلات، بعدين لقينا ماما نامي جنبي. تقبريني انا اللي بدي نام جنبك. ها ماما ما بقى تتركيني وتروحي. تقبريني عمري ما رح اتركك يا روحي. ثانك يو، كان وقت كتير حلو. الحقيقه الحلو انك اجيتي، بس ان شاء الله عن جد تكوني انبسطتي. طبعا لو ما انبسطت كنت يعني شفتني رحت من زمان. طيب حلو، يعني ممكن اشوفك بكره؟ خلي بكره لبكره. ماشي، يلا باي. باي. انت مو رايح؟ مو لوين؟ يعني مو مسافر مثل غيرك؟ لا مو مسافر، ضايعان هون. منيح، يلا باي. باي. شلونها؟ يا استاذ طولت الغيبة. ايه والله معك حق، ما حدا دخل مثل ما امرت. ماشي، حدا سأل عني؟ لا لا ابدا. طب ليك في ضيوف جاييني بعد شوي، خليهم يطلعوا بس يسألوا. الو، شو نايم؟ لا يا بيك، ماني نايم. خير، في شيء؟ لا ما في شيء، شو بده يكون يعني؟ ليك لا تأخر بكره، في عنا شحنه بدنا نمشيها. ايه؟ ايه ولا يهمك، لا تعقد هم. ماشي، رجع نام يلا. ماشي، الله معك، مع السلامه. حبيبي ما بدك تنام؟ لا روحي نامي انت. صباح على خير. انت بخير. لك لاقينا قداحة؟ معقول كل هالشاطئ ما فيها قداحة؟ يا قرن. ايه طلال كيفك؟ انا هلا جيت على البيت، انت وين؟ قل لي شو بدك؟ عم قول والله على فكرة تعودت عليك. ها؟ يعني البيت هيك فاضي وما في وناس. كنت اجي هيك مرتب ونظيف وشاليات مجليين ومثل العاده يعني. لا تكون فكرني صرت مرتك. ها؟ لك لا يا زلمه، شو مرتي، بعيد الشر. طب ليك بكره الصبح بحكي معك. ماشي، يلا سلام. باي. حورية، نحن لازم ندفن ميار. المشكلة ما في حدا من أهله. أنا رح أفتح قبر بعائلتنا يعني وأدفنه جنب أبي. ليش ما حكيتي مع شيماء؟ دقت لك ما بدي تردي عليها. ما قدرت حاكيها. شو بدي أقول لها؟ مسكينة تعبانة كتير بالمستشفى ووضعها كتير صعب. أنا كمان شباك يا زلمه شباك اللي صار معلم له ديناري ديناري وبعدين صاري ما كل العرض خش خلينا نشوف لا خالي أنا كل ما بدي فيه بدي لاقيكي فوق راسي. غطك حلوة. سمسم بينام جنبك؟ سمسم بينام بتخته. خلصت النوم؟ ايه خلصتي. قمر تعي ماما. ماما زي فوتي لعندها بالمرة على أوضتها. ليش؟ بتقول ليش؟ ما نفوت لعندها وبس. يلا نغسل وشنا ونغير أوعينا ونفطر. مرني أنا. طيب أهلين أخي. مرحبا ديانا كيفك؟ تمام الحمد لله. مرحبا حبيبتي. أهلين حبيبي. شو الوضع؟ كمالك شعري؟ مالك يا حليم ما عم ناكل. بدنا نلاقي حل لهي القصة. طيب تعملي معروف وتعجقيها شوي تكملي حطكل؟ طبعا. يلا يا جماعة مشان نفطر سوا. ما بقدر. جون بليز هيك فعلا ما بيمشي الحال، لازم تاكلي. جد ما بيمشي الحال، على القليلة مشان أدويتك ماما. والله يا أمي ما قليلة نفس. طيب وهي وإذا أبو حليم كمان هيك لف لعنا وحكى له شي كلمة. مرحبا أبو حليم. شو رأيك تشاركنا بالأكل؟ الو العمر إليك. الله يصبركم المصاب أليم. تسلم يا رب. بس أنت كيف عرفت؟ من سمرة. شفتها صدفة امبارح وخبرتني. قلبي معك. إذا حابة تغيري جو محسوبك جاهز. ماشي شكرا على تليفونك لؤي. باي. أهلين حبيبي. ليش جبتنا لهون؟ كنا رحنا على بيتنا. موضوع البيت بتنسيه، ما بقى بتجيبي سيرته وما بقى بتمرقي من هنيك أساسا. ليش؟ شوفي، في حدا حكى معي قال لي إنه تارك لي هدية بالبيت إلي وإليك. ما فهمت. رحت على البيت لقيت فيه صندوق فيه تيابك، صور، مصاري. صور شو؟ صور ونحن فايتين على البناية. ايه. لقيت فيديو في كل شيء صار بيني وبينك آخر مرة. كيف يعني؟ كيف؟ شو اللي كيف؟ فايتين ومثبتين كاميرا. شو عم تقبس انت؟ هلا اوعى مزحك. شو هالمزح هاد؟ هذا الموضوع بنمزح فيه لأنه ما هيك عبير؟ ايه. بدي استنى ليتصلوا مرة ثانية. مين هدول اللي بده يتصلوا؟ أي ناس؟ أنت بتعرف إنه أنا إذا بيعرف بيذبحني، يعني رحت فيه، يعني خلاص. إيه دي خليني أعرف فكر. الله يوفقك. إيه رحيته. طيب ليش اتصلوا فيك؟ ما اتصلوا فيني. ما دام بدهم مصاري. عم قلك تاركين لي مبلغ. هدول ما بدهم مصاري، هدول بدهم يعني أنا. أصلاً أنت كلك مو شايفينك روقي. أنت شو بدك تعمل؟ أنا من ناحيتي قررت سافر. لوين؟ على لبنان. على أساس ما بيجيبك من نص لبنان وين ما كنتي، ما عبير؟ خايفة. لا تخافي، خليني أنطر ليحكوا مرة تانية. هدول أكيد بدهم شيء له علاقة بالشغل، بخلص لهم إياه وبتخلص لص. اوعك يحس عليك يا ابو زينه. الله يوفقك. اوعك تعملي اي تصرف غبي لبين ما اعرف شو بدي اعمل. ماشي؟ اصلا انا مستحيل ارجع، بتعرف. اذا رجعت مستحيل ما يحس علي. ما رح يحس عليكي. هدول ما رح يحكوا معه وما رح يحرقوا له هذا الكرت اللي بين ايديهم. عم اقول لك هدول بدهم يعني بدهم شيء له علاقه بالشغل. بخلص وبجيبهم لتحت صرمايتك، بوعدك. بس اهدي. بس انا بدي اسافر. رح تسافري، بس خليني اظبط الامور. ماشي؟ اي. قومي روحي انت هلا واعملي مثل ما قلت لك حبيبتي. وادي اهدي، كل شيء رح يكون منيح. ايه يلا يلا روحي. عبير عبير بوس ايدك. اهدي، بوس ايدك، كل شيء رح يكون منيح. الو، شو شوقي؟ وينك انت؟ انا اضطريت انزل على البنك معلم، وهلا برجع. ما بطول. طيب تعال عندي على المكتب فورا. يلا. ليش ما لبست لهلا؟ غيرت رأيي. ليه؟ عم تخيل شوقي هلا كيف يكون عم يضرب أخماس وأسداس. يكون هلا هيك معانق الموبايل وعم يستناه يرن وما عم بيرن. يعني عم تلعب براسي القصة. ايه على عيني، بس البضاعة المكدسة شو نعمل فيها؟ بعرف شو عم أعمل. بعرف، أنا ما قصدي. بعرف إنه ما قصدك شيء، بس اللعب على الأعصاب بهي المرحلة كتير مهم. خليه هيك يغرق بالاحتمالات وعقله ياخده ويجيبه أحسن. أيوة بركي هرب. هي أول شغلة خطرت بباله على فكرة. طيب بس ما رح يعملها، لأنه بيعرف إنه أبو زينة رح يجيبه لو بآخر الدنيا. يعني إذا هيك القصة ليش خليتني أجي؟ ما اشتقت للبيت. تعال سمعك تراك حلو كتير. لا خيو، لا اشتقت للبيت. وبصراحة بدي خبرك شغلة، يعني أنا هاي الأغاني تبعك ما بحبها. أوف، عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد عم بحكي. حرق عرضك وبتعمل إنك مستمتع ومبسوط وعم تهز. لا ما بكون لا مستمتع ولا مبسوط ولا عم هز براسي، بس أنا في عندي شغلة بساويها. يعني وقت بكون كل شي حوالي مضايقني، في عندي طريقة بقدر أفصل فيها. يعني بطل بسمع حدا حوالي، بركز بشغلة وبفصل عن العالم. طيب بتحب حط لك شيء هيك يضايقك مشان تقدر تركز وتفكر؟ خلصنا آرام. الله يسترك. ها مشان الله يعني ما بدي ازعج حالي. انا جوعان، بدك تفطر؟ اوف وانا بفطر كمان، بستنى شوي مع الفطور في شغله كثير حلوه. لحظه شوي، لحظه استنى. ها اسمع لي هذا الشيء، هذا مع الفطور بتحطوه انتم بالعاده ما عم تقفل يعني هلا؟ وخلي اجتماعي مع مستر جون بغرفه الاجتماعات، وخبري كل الفريق انه يكون موجود. ادم ما أنا هون، حكى معي الصبح وقال رح يضل بالموقع طول اليوم. اوكي اوكي ماشي. في شيء تاني؟ لهلا لا. ماشي. ما حبيت استقبلك قدام عيون تانية. الساعة 7:30 شارع القرن، تاني يمين شط البحر. يلا جعنا. طيب قومي قومي يلا، والله جعت. يلا يلا جاية، خلصينا. شو مبسوط كثير شايفك، بنت؟ ديناصور. زينة؟ ايش مو قالي بيض؟ شو؟ بيض بيض بيض؟ ما لقيت بالبراد. شو شكلنا اليوم؟ رواق. ماشي الحال. ما قلتي لي زنزون شو بدك تعملي مشان الشغل تبع الالبسه؟ هتستلمي؟ والله ما بسمني يا تالا. ليه؟ شو بعرفني، انا ماني حابه الماركه، بس بابا كثير مصر على الموضوع. تالا شو رايك انت تستلمي الموضوع؟ انا بجتمع مع بابا وبقول له انه انا بدي ساعدك. بتعرفي قديش بابا بحبه. عن جد عم تحكي؟ طبعا. طيب وانتي؟ انا عندي شيء. بتعرفي شو زينة، اذا زبطت بيكون كثير منيح. يعني ما بتتخيلي قديش انا عم حس بالفراغ هون، كثير تعبت. تكرار تكرار كل الايام تشبه بعضها، لدرجه بلشت اندم اني رجعت. ما بعرف، طاقة الفراغ اللي انا فيها قاتلة. تفهمي علي ما؟ أنا بظبط الأمور. شكراً كتير. شو عم تحكي أنتِ؟ أنتِ مثل أختي. وأعز. ليه؟ مبسوطة ماما بالمدرسة؟ لا، أنا بدي مدرستي هديك ورفقاتي. وأنا كمان بدي رفقاتي. وبابا. وبابا كمان. شوفي عمو سميرة اعملي له باي. خلص ماما، هلا انا معك هون وخلصنا. احنا رح نرجع، رح نرجع. يا ماما حبيبتي انا لازم اروح على الشغل، عندي كذا شغله لسه ما خلصتها. الله ييسر لك يا حبيبي. بس ماما اختك شيماء تليفونها مسكر وانا لسه ما حكيت معها. تليفون أديب كمان مسكر، شو أعمل؟ شوف لي طريقة. معلش ماما حبيبتي، بتعرفي إنه هنيك الوضع صعب كتير، فكل الاشياء اللي لها علاقه بالاتصالات احتمال كبير تكون مقطوعه. فبركي بنجرب المساء نحكي مع بعض. كيف الاتصالات والخطوط مقطوعه؟ اتصلت باختك حوريه، تليفونها كان عم بيرن بس ما ردت. اي ماما احتمال تكون يعني هيك معلقه الرنه على شي شبكه بالغلط. خلص بوعدك المساء نحكي. بدك شي هلا؟ الله معك. حزير شو جبت لك معي؟ هديه. عن جد؟ لك. تتتتت. شكرا عم صلاح. حبيتي يا حبيبتي؟ وين ماما ليش ما اجت معي؟ عادي عم. عن جد ما كان بدي تعذب حالك. لا ولو اكيد عطشانين وجوعانين. شو؟ انا شخصيا جعبالي فنجان قهوه. شو تاكلي ولا تشربي؟ اكل. لعيوني انت جوعانه كمان؟ اكسكيوز مي. اهلا وسهلا مدام. انا عارفه انك كنت مشغول بس صدقني انا ابغي افهم وجوري ما براضي يتفهمني. انا سالت ناس كثار وما حد جاوبني. قلت يمكن انت تقدر تجاوبني. انا من جيل تربيت وتعلمت على يد اساتذه سوريين. بصراحه كانوا طيبين، كانوا فخورين ببلادهم. الحقيقه انا قدمت طلب تطوع انا ومجموعه من الاطباء زملائي علشان نشارك في المخيمات ويتني الموافقه. بس قبل ما اروح حبيت اعرف شو اللي صاير واعرفه من شخص عاش وتعايش مع الوضع هناك. الحقيقه ما بعرف منين بدي بلش لك القصه لانه هي بلشت حلوه كتير، نظيفه كتير، نبيله كتير. في احلى من انه الناس تطلع تطالب بحقوقها؟ ما في احلى من هذا الشيء بالعالم كله. بس شوهوها، بشعوها ووصلوها لهون مثل طابة الثلج هيك بتدحرج وبتكبر شوي شوي. كبرت 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 لحتى صارت أكبر من البلد كلها. روس كبيرة، لا أنا قدها ولا أي حدا بالعالم قدها. عم تلعب مع بعضها، عم تلعب وعم تروح الناس بين هالرجلين. هاد اللي صار بسوريا. لا أنا بنت خالتها لماما. طيب ليش ما كان نشوفك ببيتنا؟ لأنه كنت ساكنة برات البلد، كنت بكندا. وين كندا؟ هاي بلد بعيدة كتير ماما. جو بلد إيه؟ لا أبعد بكتير. أنت جيتي بالطيارة لهون؟ أنا إجي بالطيارة، جوري جابتني رفيقة ماما. إجي جوري. انتي شمس وانتي قمر. بتعرفي انه نحن كثير بنشبه بعض؟ لا انت بتوجع العيون اذا حتى طلع فيك انا لا. والله مالك قليله بنوب طالعه لامك. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. شو ما اجت؟ ايه وينك انتي؟ يعني معقول اجي وما لاقيكي؟ كل الناس هون. انا ما بعرف وين. شو ما بتعرفي؟ لسه ما اخذت قراري. ادم عازمني على قعده على البحر بس ما. معقوله انت جوري؟ شو هالحركات الغليظه يعني؟ هلا وقته لادم؟ بعدين انت لازم تكوني اول وحده هون لانه الفضل الك بالاول وبالاخير. بتعرفي شو شمس؟ عن جد شكرا. على شو؟ ساعتين لاخذ قراري. باي.